حبيت في هاي المسرحية ألاقي زيك فين يا علي أني أصور حياة أسرة الشهيد ما بعد استشهاده. كما نعرف أنه الشهيد يصبح أيقونة في المجتمعات والكل يتابع في المجتمعات كيف استشهد، كيف قام بهذا العمل، عنه، عن تاريخه، ولكن لا أحد يتكلم عن عائلة الشهيد عندما تغلق الأبواب وتبقى وحدها كعائلة تعاني من الألم والحرمان والفقدان. ألاقي زيك فين يا علي عن قصة مش بس الشهيد علي طه الحقيقة. إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.